صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. من خلالكم بدي خليكم تسمعوا للقادة السياسيين بالمعارضة السورية الممثلين للشعب السوري ولهالثورة المجيدة الكبيرة بتاريخ القرن 21 من أجل الحرية والاستقلال والكيان والكرامة. أرجوكم إنكم تسمعوا الدكتور سامي نادر اليوم على التلفزيون بلبنان شو عم بيقول بهالموضوع هذا. شكراً. لترامب، وبالتالي أيضا مجددا في خيارات سيأخذها الرئيس ترامب بموضوع منع السفر، وبالتالي بأي مرحلة قد ندخل في موضوع الإيران الأمريكي انعكاسه على المنطقة بشكل أول شيء. هل الأوامر التنفيذية اللي عم يخدها الرئيس ترامب، أنا يعني قراءتي لها أنه هي موجهة أولا للناخب الأمريكي. اليوم كل رئيس أمريكي بيوصل بأول ولاية عينه بتبقى شخص على الولاية الثانية، ومن هون هو بحملة انتخابية مستمرة. هو ينفذ ما قال، هو ينفذ ما قال، البعض قال أنه لا، بعد الخطاب الانتخابي شيء ثاني، البعض قال، ولكن هو عم بيقول لقاعدته. مين قال؟ مين قال بعد الانتخابات شيء ثاني؟ قال خصومه حتى يقولوا هيدي وعود، وعدني وعود فارغة. هو عم يجي بيقول لا، هيدي منا وعود فارغة، وأنا أعني ما أقول وممكن أن توثقوا فيي. ومن هون عم بيربط إذا بدك عم بقواعد اشتباك جديدة، عم بيطلق وعود جديدة للانتخابات المقبلة. كذلك الأمر بإيران. اليوم روحاني هو أيضا على أبواب انتخابات انتخابات رئاسية مقبلة بعد شهرين أو ثلاثة. هو عم بيقول للقاعدة الناخبة بإيران، وهذا سبب من أسباب التصعيد، أنه نحن عندنا كرامة وطنية ومش رح نقبل تصريحات أمريكية من هذا النوع. بس عنا اتفاق نووي إيراني، ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن الرئيس ترامب يعني صح ما أعطى أنه إشارة أنه بده يمزق الاختفاء. لا. هو بيعرف أنه هذا الشيء هذا الشيء منه خطوة، منه خطوة ذكية. وأيضا في أعضاء بإدارته تقلن مثال الجنرال ماتيس يعني بيرفضوا قرار من هذا النوع. ولكن هو أيضا يقول، وأعتقد هون يعني ما يقول، أن سياسة أوباما التي كانت تقضي بالانفتاح على إيران أدت إلى تمدد إيران في الشرق الأوسط على مصالح القومية الأمريكية. وهون في توافق، يمكن هيدا الموضوع الواحد اللي فيه توافق داخلي أمريكي كامل، أكان ديمقراطي. قد تصل إلى مواجهة، قد يلجأ إلى مواجهة يعني عسكرية أو سياسية؟ مواجهة عسكرية لا أعتقد، ولكن أنا أعتقد وهيدي إطلاق الكاتيوشا اللي صار اليوم على بكرة أو مبارح عشية مؤشر إلى أنه المواجهة الأمريكية الإيرانية اللي بدأت تحصل بتترجم على الأرض على مزيد من الفوضى ومزيد من التوتر العسكري. علما في كلام بالموضوع السوري، ذهاب إلى جنيف وبعد الأستانة، موضوع الروسي التركي غيره، بموضوع اليمن، وبالتالي كأن هي حلقة أكثر بالإيد الروسية. روسي. الموضوع السوري لحد بعيد صار بالإيد الروسية، وما في شك نجحت روسيا وفترة كتير قصيرة أنه تستثمر وتقطف ثمار تدخلها العسكري. يعني بأقل من 6 شهور أصبحت هي اللاعب الأول على الساحة الروسية، طبعا على تنسيق ضمنا مع الإدارة الأمريكية. هلأ عم يتفاعل، قبل ما كان في تنسيق مع إدارة أوباما، هلأ عم ترسي قواعد اشتباك جديدة، قواعد تربط ارتباط جديد مع الأمريكيين، تقول للأمريكيين أنه أنا اليوم اللاعب الأساسي، قادرين بتأمنوا لي حتى أنا أمن مصالحكم. ولكن هون أيضا الأمريكان ما اشتروا هذه، خلينا نقول ما أخذوا بهالأوفر، بهالشيء اللي قدموه، لأنه راحوا على الأستانة ليس بشكل رسمي، نعم، وطالبوا أنه يكون في جنيف.
ومن هون دعوا تركيا وروسيا الأمريكيين إلى وهون كون كان ملفت لأنه عم نحكي عن الموضوع الاتصال الهاتفي اللي قام فيه الرئيس ترامب مع رئيس. الملك السعودي نعم حتى حكي عن المناطق الآمنة وفي هذا الاتصال وما جاء في هذا الاتصال حرص أمريكي على أن يكون الطرف السعودي موجود على طاولة المفاوضات كي تكون هذه المفاوضات تخدم المصالح من وجهة نظر أمريكية عربية وليس فقط من وجهة نظر تركية إيرانية روسية. التنسيق الروسي الأمريكي قد يشمل الموضوع الإيراني، موضوع التوسع يعني بإطار الاتصالات بين التنسيق إذا بدنا نقول الروسي الأمريكي. التنسيق الروسي الأمريكي أصبح اليوم ضرورة. ضرورة. يؤثر على الموضوع الإيراني بطريقة ما؟ أكيد يؤثر على الموضوع الإيراني اليوم. سوريا ليست ساحة ثانوية بالنسبة لإيران. سوريا لإيران صارت ساحة مهمة بالدرجة الأولى. هي تستثمر في هذه الساحة منذ 3 عقود على الأقل وهي حريصة يعني أن تتمسك بهذه الورقة. ولكن اليوم دخول اللاعب الروسي على هذه الساحة خربت قوانين اللعبة ورجع بدل التحالفات وموازين الكون. أنا بدي أشكرك دكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية على وجودك معنا اليوم بكلام بيروت. مشكر أيضا النائب ميشيل موسى، دكتور ميشيل موسى عضو كتلة التنمية والتحالف.